اللي هو الضارة وهي هذه النوع من البكتيريا اللي اسمها ميكرومان
ميكروفلورا. قال لك يحتوي على ايش هذا مثلا؟ يحتوي على ايش؟ يحتوي على قلنا اسمها نوع من انواع اللي هو لاكتوبسيلس. لاكتوبسيلس اسيد من؟ اسيد فلوس، يعني انواع كثيره. وش حتعمل لنا هذه؟ قال لك تقلل لنا ما يسمى حاجه ديكريز ديوريشن اند انفكشن اوف انتيبيوتيك انديوز دياريا، يعني تقلل من مشاكل المضادات الحيويه اللي تعمل من؟ اللي تعمل اسهال. ليش قلنا قبل شويه انه بعض المضادات الحيويه اللي تعمل اسهال بسبب بكتيريا؟ من هي البكتيريا؟ اللي اسمها كريستريديم مان ديفيسلس. وقلت لكم قبل شويه افضل علاج للاسهال اللي سببه كريستريديم ديفيسلس من هو؟ افضل دواء الكريستريديم فانكومايسين. لكن احنا مش بنستخدم في اليمن ميثرونيدازول بسبب عدم وجود من؟ الفانكومايسين الاولي. طيب هذا فيما يسمى بروبيوتيك، قلنا من خلال بدل هذا البروبيوتيك كان يتناول من كميه قليله من الزبادي. طيب في موضوع اسمه زنك، والكل يعرف من الزنك، مسؤول عن ما يسمى سيلولار جروث يعني، وما يسمى سيلولار ديفرنتيشن ميتابوليزم يعني. طيب لو قال، وبالتالي تنصح مثلا لو قال عند الاطفال مثلا بيحصل عندهم مشاكل في ايضا يزداد عندهم العدوى ويزداد عندهم فتره ما يسمى الاسهال، وبالتالي تنصح ما يسمى World Health Organization يعني منظمة الصحة العالمية تنصح اللي متناقل للأطفال مثلا انه اللي اعمارهم اقل من 6 اشهر انه ياخذ له لمدة 14 يوم زنك، يعني 14 يوم 20 ملي جرام الى 10 ملي جرام اللي اقل من 6 اشهر، واللي اكثر من 6 اشهر يتناول ما يعادل 20 ملي جرام يوميا لمدة 14 يوم، يعني لمدة كم؟ اسبوعين، لمدة ما يسمى اللي اسبوعين. هذا يتناول الزنك تقلل حدوث ما يسمى الدياريا المتكرره عند من؟ عند الانفات ولا عند الاطفال؟ الانفات اللي هو اقل من 6 اشهر يعني، او حديثي الولاده، او اقل من او اكثر من 6 اشهر، ويأخذ مثلا ينام 10 ملي جرام لو كان اقل من 6 اشهر، ولا 20 ملي جرام يوميا لمده اسبوعين لو كان اكثر من 6 اشهر. هذا ما يسمى في الزنك. على العموم الموضوع اللي بعده ما هوش مهم ابدا، كوليسترامين. الكوليسترامين بناخذه لو عندنا الاسهال سبب مشاكل في البايل اسيد، مشاكل وين؟ في البايل اسيد. هذا بيرتبط مع البايل اسيد يكون شيء اسمه كومبلكس. لو احنا سمعنا في الكوليسترامين ما هو الكوليسترامين، نقول هذا دواء يقلل امتصاص الدهون، يقلل امتصاص من؟ اللي هو الدهون. ليش بيقلل امتصاص الدهون؟ يرتبط مع من؟ مع البايل. وش بتعمل البايل الدهون؟ تزيد الامتصاص ولا تقلل البايل؟ تزيد، صح ولا لا؟ البايل هذه اللي تعمل امونسيفيكيشن للليدر، يعني استهلاك عشان تكون شكل سهل الامتصاص. والكوليسترامين قد نستخدمه عند كبير ولا صغير عنده حكه شديده جدا، ليس بسبب تحسس وانما بسبب هايبرليبيديميا. اذا الرش اسوسييتد بالهايبرليبيديميا، قد تشوف شخص بيحك الجلد حقه بشكل كبير جدا، تعطوا انتيستامين تعطوا كورتيزون ما يستفيد منه. طيب بتعطوا ماده تقلل من كوليسترول، هذا اللي اسمه كوليسترامين. الاكتيلوتايد اللي بعده بنقوله في الهرمونات ما هوش مهم يا شباب. الاكتيلوتايد هذا نستخدمه يعني يعتبر سوماتوستاتين، او ما يسمى سوماتوستاتين هرمون. سوماتوستاتين هذا الاكتيلوتايد جروث هرمون انهبيتري هرمون، يعني فقط هرمونات النمو بنستخدمه في مشاكل اسمها اللي هو مشاكل زياده النمو اكروميجالي. بناخذ موضوعه في ما بيهمناش انا في الموضوع يعني، ولو انه ليس معتمد بشكل كبير جدا. طيب احنا كملنا يا شباب ما يسمى في مشاكل اسمها ما؟ دياريا. اسمها دياريا، وركزنا قلنا انه حق الزاويه احنا نشوف ما هو السبب، صح ولا لا؟ وهناك العديد من الاسباب، وننتبه لمن؟ للديهايدريشن. ننتبه للديهايدريشن، ما هوش لازم نعطي المريض انتي موتيليتي، صح ولا لا؟ لا سيما خلال 24 ساعه، ولو كان في فيفر، ولو كان في مثلا براده السول ومشاكل من؟ اللي هو اخرى يعني. هذا فيما يتعلق في موضوع اسمه من؟ دياريا. ننتقل الى الموضوع اللي عكسه اسمه من؟ كونستبيشن يعني. هناك نفس ما في اسباب كثيره بالنسبه للدياريا، هناك اسباب ايضا كثيره بالنسبه للكونستبيشن، لكن بنقول هنا في الكونستبيشن يعني اكيد انه مش اكثر كما هو الحال في الدياريا عند الاطفال ولا كذا ولا شيء. الكونستبيشن حاجه للزاويه، بيكون معنا حاجه اسمها نمط الحياه، يعني الاكثار من السوائل والتمارين الرياضيه ومشاكل يعني واشياء معينه علشان نقلل من الكونستبيشن، بالاضافه الى ادويه، وتعتبر الادويه المستخدمه لعلاج ما يسمى كونستبيشن معظمها نشرال، معظمها ما نشرال يعني مواد طبيعيه تضاف على بقاء الماء في الامعاء
او انها تحفز جدار الماء عشان يفرز اللي هو الماء او مواد تشتغل عن طريق الضغط اللي هو ما يسمى الاسموزي. قال لك انواع الدياريا الكونستيبيشن يصنف الى بريمري ويصنف الى شيء اسمه من اللي هو السكندري. البريمري هذا قد يكون حاجه اسمها قد يكون قال لك خلل في فانكشن مثلا او يسموه مثلا ايدوبات غير معروف من السبب ايش من ضمنها نورمال ترانزيت كونستيبيشن. يعني طبعا هذا يعتمد على الترانزيت تايم يعني كم يستغرق الطعام عشان يغادر الامعاء يا اما نورمال ولا يكون سلو ولا يسمي او مشكله في البلف فلور ديسفانكشن. النوع الثاني اللي اسمه من سكندري وهذا المشهور دائما السكندري غالبا اللي مساكن عليك بسبب من الدايت. دايت يعني بسبب انك ما تتناول سوائل كثيره ولا تتناول فيبر صح ولا لا ولا تتناول فيبرز ولا تكون المشكله عندك ما يسمى ميتابوليك وما يسمى من هرمون. من ضمن المشاكل الميتابوليك وهرمون وغيرها مع الحامل تتعرض لمن اللي هو للامساك يعني او مرضى اللي عندهم ما يسمى من دايابيتس او مشاكل هرمونيه يعني من ضمنها هيبر ولا هيبو من ولا هيبو ثيريديزم. ايضا مشاكل يا شباب اللي في القولون وما الى ذلك قد تكون المساله نيورولوجيكال مثلا زي الناس اللي عندهم مالتيبل سكلروسز مثلا او اللي عندهم باركنسونز ديزيز او سباينال كورد ما يسمى انجري. قد تكون المساله شيء اسمها سيكولوجيكال من ضمنها الستريس وما يسمى الدبريشن يعني والانكزايتي يلعب دور كبير جدا في هذا الاطار. قد يكون الامساك يا شباب سبب ميديكيشن. من هي الادويه اللي بتعمل امساك؟ من ضمن الادويه اللي بتعمل امساك هي مجموعه من الاوبيوت اللي ناقشناها قبل شويه قلنا لانها لان الاوبيوت تقلل المترهين وادويه زي غير الاوبيوت اللي اسمه من سكوبالامين نفس القصه اللي لها عمل الاسيتايد من كولين وادويه اخرى اللي اسمها مثلا بايل اسيد سيكوسترانت اللي ناقشناها قبل شويه اللي كان اخر دواء اسمه كوليسترانين اللي كان اسمه من كوليسترانين اللي قلنا يرتبط مع من؟ مع البايل. ايه هذا هو اسم المجموعه حقه. طيب ودواء اخر ناقشنا في قرحه المعده قلنا الدواء الاخر اللي ناقشنا في قرحه المعده اللي كان اسمه من؟ الامنيوم صح ولا لا؟ اللي كان اسمه من؟ ايوه الامنيوم. قلنا الامنيوم هذا بيعمل من؟ كونستيبيشن لانه يقلل الكوكوز السكريشن ولا يزيد؟ يقلل ايه يقلل هذا الذي بيعمل الفيزيكال صح؟ من هو؟ هو الذي بيعمل الفيزيكال احنا ما تكلمناش في الفيزيكال هذا كجيت سكون هذا ناقشنا قلنا يعمل كونستيبيشن عندما ناقشنا في قرحة المعدة لكن انا خلطته مع دواء اسمه مغنيسيوم صح؟ واحد مغنيسيوم كان يعمل دياريا وهذا ايش بيعمل؟ كونستيبيشن هذا يقلل السكريشن مثل الجت يقلل ما سكريشن. طيب اذا الالومنيوم يا شباب كونتينر دراجز ولا مجموعه ادويه اسمها بنزو ديازبام زي اللي اسمه ديازبام ناقشنا قبل شويه صح ولا لا؟ اسمه ديازبام هي بتعمل هذه المشكله تقلل الموتريتي ولا ادويه اسمها انتي هيستامين وش دخل الانتي هيستامين؟ قبل ناقشنا اليوم ايضا انتي هيستامين لان معها تاثير شوي من؟ تاثير شوي من؟ مش اتروبين اتروبين لايك اكشن اتروبين لايك اكشن فيرست جنريشن. طيب اللي بعد يا شباب بنزوتروبين هذا بنزوتروبين ابن عم الاتروبين بنزوتروبين من عائله من؟ اتروبين كنا نستخدمه لمرض اسمه بنزوتروبين من يذكر كنا نستخدمه في الفرما بنزوتروبين ابن عمه بالبنيدين ترايبسفينيدين في الباركنسنز الشلل من؟ معالجه الباركنسنز ديزيز هي بنزوتروبين بنعيد دراسته في السي ان اس. طيب ناقشنا في مجموعه الادويه اخذنا في الهايبرتنشن في الهايبرتنشن اسمها كالسيوم شانل بلوكر. من اللي كان يعمل امساك من الكالسيوم شانل بلوكر؟ ايش اسمه اللي كان يعمل امساك؟ اللي كان شغال اكثر شيء في القلب. لا الكالسيوم شغال في القلب والاوعيه، من اللي اكثر شغال في القلب؟ بيروباماي تتذكروا مشهور على البيروباماي يعمل ريلاكسيشن لجدار الامعاء، شوف اللي يعمل ريلاكسيشن لجدار الامعاء وبالتالي يعمل كونستيبيشن. طيب بيروباماي طيب ايرون يا شباب الايرون معروف عنه بيعمل هذا المشاكل ايرون سبلمنت فينوثيازين ناقشناه اليوم فينوثيازين مش ناقشناه اليوم ناقشناه اليوم يعني ناقشنا ليش هذا الفينوثيازين في واحد جروبي ثيازين هذا معه تاثير اتروبين لايك افكت اتروبين لايك افكت يعني عمل يشبه ما اتروبين. طيب ترايسيكلين انتي ديبريسنت مضاد للاكتئاب ثلاثيه من الحرقه نفس الكلام مع اتروبين لايك افكت اتروبين لايك بناخذها في ادويه الاكتئاب اسمها ترايسيكليك انتي ديبريسنت علاج الاكتئاب المعروف نزيد السيرتونين ونزيد النورادرينالين هذه ما لهاش علاقه في الموضوع هي بتعمل الامساك لانها اتروبين لايك افكت. طيب في معنا مجموعه اسمها من ايضا الديوريتكس اخذناها في موضوع كالسيوم من سبلمنت كالسيوم قلنا في موضوع مضادات الحموضه في معنا اللي يعملوا امساك من كالسيوم كربونيت ومن المنيوم
طيب أنت أسد منهم مادة الحمض وما قالوا فدني ملخصة. أنت أسد منهم الألمنيوم من والكالسي. وهذه بعض الأدوية اللي تعمل كونسبيشن كومبليكيشن. ما هي كومبليكيشن بالنسبة للكونسبيشن لو حصل فترة كبيرة ومشاكل يومية؟ من ضمنها ممكن يحصل ريكتال مان ريكتال بليدنج، ممكن يحصل حاجة اسمها الأنال فيشر تشققات، ممكن يعمل هيمورايد، يعني ممكن يعمل حاجة اسمها ريكتال ما يسمى بولابس. طيب دايجنوستس من خلال مثلا دايجنوستس معروف مثل الهيستري فيزيكال اكزامينيشن اللاب، من ضمنها دايجنوستس كريتيريا من ضمنها هذه المواد. تريتمنت ما هي تريتمنت؟ قلنا نتخلص من الاشياء المسببه يعني الموفل اند تريتمنت اندرلاينج كوزز يعني الاسباب وغيرها اف بصوبه. طيب وش هي الثاني؟ نان فارماكولوجيكال ثيرابي حجر الزاويه. نان فارماكولوجيكال ثيرابي حجر من زاويه في الموضوع هذا للعلم. شوف يا شباب حجر الزاويه نان فارماكولوجيكال بدخل لي نان فارماكولوجيكال ثيرابي. وش يحتاج المريض هنا؟ نمط الغذائي صح ولا لا؟ النمط الغذائي يغيره بشكل عام واكسرسايز واكسرسايز. إذا النمط الغذائي بيكون مفيد بشكل كبير جدا يعني قد يكون أفضل من الأدوية. مع العلم أن الأدوية معظمها نشرة، معظمها من النشرة بنشوف آلية عملها. إذا حجر الزاوية يا شباب هذا بيكون معنا ما يسمى نان فارماكولوجيكال انكريز مثلا فلويد انتيك مثلا بشكل عام، انكريز ما يسمى فيبر صح ولا لا؟ تناول الفيبر من ضمنها الفيجيتابل وغيرها اللي نسميها بالك فورمينج، يعني عباره عن فيبر تكون لنا بالك فورمينج يعني تمتص الماء بداخلها وتكون البيئه في الامعاء بيئه رطبه يعني وتمنع حدوث ما يسمى اللي هو الجفاف في الامعاء. طيب اذا الاكسرسايز اذا يحتاج المريض الى ما قلنا الشخص الى اكسرسايز وما الى ذلك. طيب نعبر عن الفارماكولوجيكال ثيرابي. وات از ذا فارماكولوجيكال ثيرابي فور كونستيبيشن؟ اسم الادويه نسميها ما؟ لاكزيتيف. ولو اقول لك لاكزيتيف بتقول لي دراج باتوس فور تريتمنت اوف كونستيبيشن. طيب هو في معنى كيف نعبر عن كلام اللاكزيتيف اللي بيعمل لنا يعني اللي بيحول السول من الحاله مثلا الهار الى الحاله السوفت سوفت يعني ولا شبه لوكويد. لو كان في نعبر عنه لاكزيتيف. شوف اللاكزيتيف كلمه طيب يعني اضعف واحده. لو اقوى منها بنسميها ايش؟ بوريجيتيف. يعني هو بوريجيتيف معناها لاكزيتيف، لكن من اقوى كلمه بوريجيتيف ولا لاكزيتيف؟ بوريجيتيف. يعني مثلا هنا اللاكزيتيف بيحوله الى سوفت يعني البوريجيتيف الى شبه مائي. طيب وفي معنى كاثارتكس يعني اقوى شيء اسمه من؟ كاثارتكس. طيب مثلا على سبيل المثال من ناحيه البوتنسيال اللاكزيتيف بنسميها من؟ باورفول صح ولا لا؟ زي اسمه زيليوم بنناقش الزيليوم نوع من انواع الملينات. طيب اللي نسمي بوريجيتيف زي ده اسمه مور من؟ مور باورفول هذا صح؟ زي من هذا؟ زي ملين اسمه فيزاكوديل بنناقش بعد شوي الفيزاكوديل ويعتبر من اشهر الملينات. طيب الكلمه الثالثه نسميها كثر زي اسمه من؟ ماجنيسيوم من؟ سولفيد. لو اقول لك من الليزر يعني لو كنا نحتاج مثلا قد نستخدم الملينات. شوف كيف بنستخدمها؟ قد نستخدمها عشان نعالج الامساك صح ولا لا؟ طيب ايش نستخدمها غير الامساك؟ بيفور انتستينال سيرجري حلو. وغير الانتستينال سيرجري؟ اندوسكوبي يا اما سيرجري ولا ما؟ يعني عشان اكزامينيشن فحص يعني ان المريض بيعمل منظار. منظار يعني ليله المنظار بيستخدم من؟ من يفضل يستخدم في المنظار؟ هل هذه اللي كفرتكس ولا لاكزيتيف ولا؟ من؟ كفرتك حلو جدا اللي قوي صح ولا لا؟ اللي قوي بيعمل كليرنس ولا ماشي؟ بيعمل كليرنس. اذا في معانا من اكثر الشيء اللي بفضل المريض علشان ريكتم انتوسكوبي يعني بنعطيه ايش؟ بنعطيه مغنيسيوم سولفيت. بنعطيه ليله العمل ليله المنظار مغنيسيوم يعني بياخذ له مثلا اكياس 10 اكياس 10 اكياس يحطها داخل قاروره ماء ويشربها طوال الليل. اي طوال من؟ اللي هو الليل ايش؟ بياخذه داخل المانيتول يعني الذي هو المانيتول نفس القصه. طيب اذا بياخذ اللي هو الايليماج هذا اكياس ويحط عشان يتحضر مع المريض عشان يعمل من؟ كليرانس. طيب اذا ممكن نستخدم اللاكزيتيف باشياء غير الكونستريشن بيفور مثلا انتستاينال مام سيرجري ولا في ما يسمى ريكتم اندوسكوبي يعني وغيرها علشان يسهل الاكزامينيشن. طيب في معنى انه انواع اول انواع من المسهلات ملينات نسميها. ولا يفضل يا شباب للعلم اللي مثلا اللي يستخدم الملينات بشكل مفرط كانه بيعمل للامعاء باراليسيس هي تفصل الامعاء وظيفتها. لو انت تستخدم الملينات بشكل كبير جدا كان الامعاء تدمن عليها كان الامعاء من اللي تدمن عليها هذا للعلم. طيب استيمولات مع انواع الملينات اول نوع من انواع الملينات يا شباب اسمها استيمولات. بنشوف ايش معنى كلمه استيمولات او نسميها بين قوسين ارتن يعني كانها بتهيج جدار الامعاء عشان افراز الماء عشان ما
افراز المشوب اسمها ستيمولانت او نسميها اريتك، وتزيد ما يسمى البريستالسيس موفمنت، تزيد البريستالسيس موفمنت اذا اسمها ستيمولانت. طلعك وش هذه؟ هذه عباره عن سبستانس. وش بتعمل السبستانس؟ اكثر الانتستاينال مكوزا والانترنال سيستم. وش بتعمل له؟ قال لك تعمل له التالج في الوتر والالكترولايت سيكريشن، يعني تزيد افراز ما يسمى الالكترولايت والوتر. طيب وتعمل حاجه اسمها ايش تعمل؟ ستيمولايت بريستالسيس اكشن او نسميها ما اللي هو موفمنت. اذا هذا ما يسمى في عمل ما يسمى ستيمولانت. لو قلت لك من هو المثال على الستيمولانت لاكسيدنت، بتقول لك اول شيء مشهور هذه يسموها حتى في طبيعي السنا او شربه السنا، سنا اسمها النبته هذه اسمها السنا، يعني في منها حتى في البهارات شربه السنا، وفي منها هذا هو في الصيدليه. تمام. طيب هذا من ضمن الملينات اللي اسمها طبعا وهي قديمه جدا، يعني في العصور القديمه قبل يعني 700 قبل الميلاد، قبل ما الميلاد من ضمن الاشياء القديمه، ولا زالت حتى في اليمن يستخدموها في بعض المناطق، يعني مزروعه يعني تحصل النبته هذه يستخدموها في السنه مره، بيقول لك عشان يعمل عمليه ما كليرنس وغيرها من الاشياء هذه. طيب اذا السنه يا شباب فيها ماده فعاله، السنه هذه يوجد فيها ماده فعاله اسمها انثروبينون جليكوسايد، اسمها الماده سينوسايد، اسمها سينوسايد، وهي تنتمي لماده اسمها انثروبينون، اسمها انثروبينون جليكوسايد، والماده هذه اسمها انثروبينون حتى انها بتعمل تصبغ في الامعاء. ليش بتعمل في الامعاء؟ تصبغ يعني من اللون تقريبا البنك الى الريدمان، يعني هو الى الريد كلر، يعني تصببات في الامعاء نتيجه للماده اللي تحويها هذه السنه. طيب لماذا نستخدم هذه؟ نستخدمها شباب لفتره ما قصيره في الناس اللي عندهم حاجه اسمها سواء اكيوت ولا انترمتنت ما يسمى ما كونستبيشن. طيب نستخدمها يا شباب عشان ما يسمى ايفاكويشن، صح ولا لا؟ اوف باول بيفور ما قلنا ايفاكويشن، بيفور ما يسمى سيرجري، او عشان ما يسمى كلونيك ما اكزامينيشن، لكن المشهور هذا في الاطار الاول كان اسمه مغنيسيوم، صح ولا لا؟ كان اسمه مغنيسيوم سلفيت علشان يعمل لنا كاثرتك اكشن. نستخدم يا شباب ممكن نستخدمها علشان لو في شخص يتناول الاوبيود لفتره طويله وعنده مشكله، يعني نستخدمها في بريفنشن اوبيود انديوسمنت انديوسد كونستبيشن. هذا ما يسمى في نبته تسمى يا شباب انه السنه، وموجود شكل صيدلاني، شكل صيدلاني اسمه سينوكول، اسمه سينوكول. الفورموليشن لها اشكالها الصيدلانيه موجوده على شكل اورال، وموجوده على شكل ما يسمى سابوستريز، يعني الشكل المشهور هو اورال. تستخدم مره واحده، ممكن تستخدم في الديد نايت او في وقت النوم، يعني وقت النوم. ما هي الاعراض الجانبيه بالنسبه لهذه النبته؟ ممكن هذا تعمل لنا تقلصات وين؟ في البطن. اي بتعمل لنا شيء اسمه بتعمل حاجه اسمها ابدومينال بين مثلا، ابدومينال الوبين، ممكن تعمل لنا تقلصات اللي هو في البطن، يعني ممكن تعمل لنا اللي هو مشاكل عده من ضمنها الكترولايت ديستربانس، تعمل لنا تصبغ، لانها بتعمل لنا تصبغ، صح ولا لا؟ نسميها ميلانوسيس كولي، او نسميها بيجمنتيشن اوف وول اوف ما قولون، قلنا كلمه ما يكون من البيج الى الريد، من البيج الى الريد، وهذه نتيجه للماده اللي اسمها انثروبينون، انثرا اللي هو كوينون، والموجود فيها السينوسايد وهو الاكتف انجريدينت ان ذيس بلاد. كونترا اندكيشن، ممنوع نستخدمها، ممنوع نستخدمها للناس اللي عندهم حاجه اسمها انتستاين اوبستراكشن ولا انتستاين ما يسمى انفلوريشن زي ما يسمى من كرون ديزيز، ولا يفضل يا شباب اللي يستخدمها عند الناس اللي مشاكل القولون الاخرى اللي اسمها السبيكتر كولايتس، اللي عندهم مشاكل ايضا غير معروفه. طيب في نوع من انواع النبته هذه كانت موجوده في السوق، يعني تباع، يعني في اسم النبته هذه الماده الفعاله اسمها شو؟ سنة الكزندريا، اسمها سنة الكزندريا. وفي نوع ثاني اسمه كازاكارا، هذا اللي اسمه كازاكارا، واللي اسمه ايضا وفي شيء اسمه كازاكارا يعني نفسها، وفي شيء اسمه الار والصبار، الار اللي هو ما الصبار، كان من ضمن الاشياء اللي يستخدم بشكل واسع الصبار الار، لكن الان لم يعد يستخدم في الايام الحاليه هذا الصبار للاكسده. طيب ننتقل الى دواء اخر يا شباب من اشهر الادويه، شوف السنه ما هوش مشهور كما هو مشهور الدواء اللي تحت على طول، مشهور الدواء اللي تحته، يعني من اكثر الادويه ايضا يستخدم في الانسان. طيب اسم الدواء هذا يا شباب بيزاكودين، اسمه بيزاكودين. طيب البيزاكودين نفس الكلام، نسمي بيزاكودين اسمه بين قوسين ما يسمى يوتوبولاكس دوبولاكس، موجود في منه اقراص وموجود منه سبوستريز تحامل واقراص. طيب مشهور هذا جدا، لماذا نستخدم هذا؟ هو نفس آلية العمل، يعني السمنان نستخدمه شورت اللي هو ترم ريليف اوف اكيوت اور انترميتنت كونستبيشن، يعني نستخدمه ايضا نفس الكلام بالنسبه لسبب ما
ضيف لهم علشان evacuation of bowel before surgery ولا علشان ما يسمى مان colonic examination. لكن ما بنستخدمش هذا. وكلمك مرة ثانية احنا بنستخدم المغنيسيوم مان سولفايد بشكل اللي هو قولي قلنا محلول. طيب الفورموليشن بالنسبة للدواء هذا البيزاكوبين هذا دواء مشهور قلنا فيما يتعلق في الامساكيه كان يكون اشهر دواء يستخدم للكبار مثلا. وفي انا بكلمكم على تقريبا ثلاثة ادوية نستخدمها بشكل واسع، ثلاثة ادوية ملينة من ضمنها هذا اقراص. طيب administration قلنا يأخذ مرة واحدة ممكن في الوقت من اللي هو في وقت النوم يعني في البيت. طيب على المرأة الحامل ركز آمن عند المرأة الحامل، يعني المرأة الحامل عندها administration ممكن نستخدم هذا اللي اسمه من هذا اللي اسمه بيزاكوبين، بينما السنة هذه اللي قبلها هي ممنوع نستخدمها عند المرأة من اللي هو الحامل. طيب إذا عرفنا على دواء اسمه من اسمه بيزاكوبين، دواء يستخدم بشكل واسع وينتمي إلى مجموعة اسمها استيمولات، وعرفنا وش معنى كلمة استيمولات. لاكزيتيف هو يعتبر نص كومون نص فور كونستريشن، ايضا كان بيوز ذيس دراجز ان بريجنسي. طيب ننتقل الى دواء ثالث من اللي اسمها سيمولا. طيب اسمه يا شباب صوديوم بيكوسولفيد، اسمه بيكولاكس، الاسم التجاري اسمه بيكولاكس. هو برو دراجز يحصل له اكتيفيشن، يحصل له اكتيفيشن في الجت بكتيريا، في الجت بكتيريا يعني هو برو دراجز يحصل له من اكتيفيشن في الجت ما يسمى بكتيريا ويتحول الى اكتف كومباوند ويعمل لنا حاجه اسمها ستيمولانت مان ستيمولانت لاكزيتيف ويعمل لنا انكريز في البريستالسيس موفمنت اوف جت. الكلام نفس الكلام في الناحيه بالنسبه للاستخدام نفس الكلام ونفس الاستخدام ايضا ممكن نستخدمه عند المراه من عند المراه الحامل في الاونست. الاونست يعني بطيء المفعول ولا يعتبر يعني اونست نفسه يعني يحتاج الى من 6 الى كم 12 كم 12 ساعه. ننتقل الى الماده الرابعه. المادة الرابعة من المواد اللي اسمها من استيمولات، يعني أول شيء السنة وبعدين البيزاكوديل وبعدين هذا اللي اسمه صوديوم بيكوسلفيت، والرابعة وش اسمها؟ كاستر أويل، زيت الخروع، زيت الخروع هذا كاستر أويل. طيب هذا كاستر أويل نفس الكلام يا شباب، هذا هيتحول بواسطة الإنزيم اللي يفرز ليبيز أو ما يسمى الليبيز اللي يفرز من البكتيريا، شوف الليبيز اللي يفرز من البكتيريا يعمل له أكتيفيشن يحول الكاستر أويل يحوله إلى حاجة اسمها ريسينوليك أسيد. من اللي يحوله إلى ريسينوليك أسيد؟ ما يسمى حاجة اسمها باكيريك من؟ ليبيز إنزيم. إذا الليبيز إنزيم هذا يفرز منه يحول إلى ريسينوليك من؟ اللي هو أسيد. وش بيعمل ريسينوليك أسيد؟ إيش بيعمل لنا؟ ريتنج، يعمل لنا من؟ ريتنج ويزيد حاجة اسمها بريستالسيس من؟ اللي هو موفمنت. على العموم هذا تنصح الوالد اللي يستخدم الكاستر أويل لو ما يشربه يجب انه يظل بشكل ما اللي هو برفايك أويل، يعني ممكن لو ارتفع ولا اشترك فيه ولا كذا يعمل له مشاكل وين؟ في الرئه من ضمنها نيمونيا ومشاكل اللي هو في الرئه. طيب اذا هذا يا شباب اللي هو يسمى اللي هو في الكاستر أويل. كاستر أويل معناه في العربي زيت الخروع، هاي زيت ما اللي هو الخروع. نستخدمه نفس الاستخدام يا شباب ونفس ما اللي هو نفس الاستخدام ونفس ما يسمى الكلام ممنوع نستخدمه عند المرأة الحامل. شوف عندنا في اليمن أحيانا بعض النساء طبيبات النساء والولادة ينصحين المرأة أثناء الولادة يعني تشرب زيت الخروع أثناء الولادة يعني خلال الولادة أو في فترة لو يحصل أوبنينج للسيرفس عشان إنه يعمل في جدار رحم إيش؟ التراكشن. وبالتالي ممنوع يستخدم عند المرأة من؟ البريجنسي، ممنوع يستخدم عند المرأة البريجنسي. طيب إذا أخذنا يا شباب أربع مواد نسميها ستيمولانت ما استيمولات لاكزيتيف، ايضا هذا اللي يكون قلنا خطير مشاكل ممكن يعمل لنا مشاكل من اللي في الرئه وغيرها الكاستر اويل ولا برافين اويل ولا غيرها. طيب المجموعه الثانيه شوف الاولى اسمها اليه العمل من العنوان استيمولات وعرفنا وش معنى كلمه استيمولات. طيب شوف الثاني وش اسم العنوان؟ بارك فورمينج لاكزيتيف. بارك فورمينج وش معنى بارك فورمينج؟ يعني كانها تكون احجام يعني قطعه صغيره تكبر صح ولا لا؟ بالك فورمينج يعني موارد تمتص الماء بداخلها وتصبح حجمها كبير، هذه نسميها بالك فورمينج. يعني لو وضعت مثلا قطعه روتي جاف، قطعه روتي جاف كم يصبح ولا لا؟ لو وضعتها في الماء وش يعمل؟ يكبر، هذه نسميها بالك فورمينج. يعني حجمه صغير صح ولا لا؟ امتص الماء وكبر، ايش نسميها؟ بالك فورمينج. يعني طيب اذا عمل فيزيكال هذا ولا ايش؟ اي بالك فورمينج يعني هي عباره عن مواد طبيعيه نقلة عن طريق الفم تصل الى الامعاء تمتص بداخل الماء تكبر تكون المياه في الامعاء رطبة اللي هو رطبة نسميها بالك فورمينج. بتشوف المواد هذه كلها مواد نشرال، كلها مواد من اللي هو نشرال يعني نخالة زي نخالة الحبوب هذه النخالة وغيرها من المواد. طيب
طيب البارك فور من جوش هذه المواد قال لك هي عباره عن يحصل لها ديستول ولا انديستول. انديستول ما يسمى حاجه اسمها هيدروفيليك فلويد، يعني عباره عن جزيئات غير قابله للامتصاص، وهي محبه لمن؟ محبه للماء، وهي جزء يعني اما بارك من الفروت ولا من من؟ ولا من الفيجيتابل. تمتص من؟ ابزور من؟ وتكون حاجه اسمها من؟ بارك. وتكون قطعه كانها اميولين جيل، يعني قطعه كانها شكل جيلي من؟ اللي هو مرطب في اللاج من؟ في اللاج تسبب حاجه اسمها ووتر من؟ ووتر ريتنشن ووتر، وبالتالي وتزيد بالاخير انه تزيد ما يسمى بالستاسيس من؟ موفمنت. زي من هذا؟ زي الويت بران. ويت بران يعني معروفه، والويت السرير مثلا، وحاجه اسمها من؟ زينيا، وحاجه اسمها اسبجوليا، وحاجه اسمها ايرولي، مشروحات في الثلاثه هذه. وش الويت بران هذه؟ وش قال لك الويت بران؟ هي عباره عن انسيوبل فايبر، سيوبل ولا انسيوبل؟ انسيوبل فايبر اكستراكتد فروم اوت شيب اوف من؟ بران. اوت شيب اوف بران يعني الطبقه الخارجيه من؟ البران، او ما يسمى الويت من؟ الويت جلي، اما من الذره واما من الكره القمح هذا. طيب اللي هو الطبقه الخارجيه. طيب والويت اكسترين هو عباره عن سيوبل من؟ فايبر. تستخلص من وين؟ من الويت مان ستارش. طيب وهذه اللي اسمها الاخير اللي بيفايف مان سيلولوز، وهي عباره عن نت ابزورب، ويعتبر هيدروفيليك مان كولايد. والزيليوم يا شباب واللي اسمها اسبجولا، هي طبعا في منها فيبر وتعتبر سيلوبل وانسيلوبل، وهي مصدرها نبات اسمه النبات بلمتاجو، وهو من ضمن النباتات اللي ليست موجوده، هي موجوده في شرق اسيا وفي امريكا. طيب على العموم هذه الشباب كلها عباره عن مواد طبيعيه. لو قلت لك ما هو شكلها الصيدلاني اكثر شيء في هذا الفورمولايشن، اقول لك انه شكلها الصيدلاني بيجي على شكل ساتش. وش الساتش؟ اكياس. هي اكياس داخل الاكياس جرانيولز، كانها ما جرانيولز، يعني تتناولها مع الماء، تتناولها مع اللي هو الماء. هي موجوده في السوق هذه الاشياء بشكل كبير، بقول لك ما هيش موجوده اللي هو بشكل كبير جدا، وهي عباره عن مواد ما؟ مواد طبيعيه. طيب هذه المواد الطبيعيه قلنا نستخدمها اما في الانترميتنت او ما يسمى الكرونيك مان اللي هو كونستريشن، اما انترميتنت ولا كرونيك كونستريشن، وكلها اللي هو معاه اللي هو الماء، وهي عباره عن من ضمن المواد الطبيعيه. اشهر اعراض جانبيه يا شباب للمواد هذه ممكن تعمل انتفاخات، ممكن تعمل ما يسمى روتج او ما يسمى انتفاخات. اذا نسمي هذه اسمها بارك فروج، كلمه بارك فروج. طيب اللي بعدها مشهور، وش اسم اللي بعدها؟ اوزمتك. وش معنى اوزمتك؟ تشتغل في الضخمه الاسموزي، يعني تسحب الماء، صح ولا لا؟ تسحب الماء. طيب في معنا من ضمن المواد يا شباب ايش بتعمل لنا هذا الاوزمتك؟ قال لك سبستانس ذات انكريز اوزمتك بريشر، وبالتالي وش بتعمل لو زادت؟ قال لك بتعمل حاجه اسمها كوزنج فلويد ما اكوموليشن، يعني في القولون، صح ولا لا؟ تعمل للسول، ايش بتعمل؟ سوفت ستول، وتعمل ستيموليشن اوف ما يسمى باور مان موفمنت. مشهور ولا مش مشهور؟ مشهور جلسرين. جلسرين هذا مشهور، جلسرين في منه اشهر شكل صيدلاني اكيد الجلسرين، بتقول لي سابوستريز، سابوستريز. اي في منه جلسرين يا شباب، في منه ثلاث اشكال، سابوستريز فور ادلت، سابوستريز فور تشيلدرن، سابوستريز فور انفان، يعني للانفان حديث الولاده وللاطفال وللمدر، يعني اشكال مختلفه. وللعلم يعني الشخص اللي الطفل اللي عنده مثلا اللي هو اللي عنده كونستريشن من ضمن الاشياء اللي بيستخدم له مان اللي هو جلسرين. جلسرين طيب اذا الجلسرين مشهور طبعا مضم زي البيزا كودين، شوف بيزا كودين ولا نقل لكم من جلسرين. طيب غير الجلسرين يا شباب ماده ايضا مشهوره جدا، شراب لاكتوز، اسمه لاكتوز، وكذا لاكتوز جاء لاكتوز زائدا فروكتوز، جاء لاكتوز زائد فروكتوز. طيب اسمه يا شباب من قوسين الاسم هذا مشهور بالاسم التجاري نفسه، اسمه دوفالاك. دوفالاك بتحصله شراب 300 مل، اي شراب 300 من ما مشهور في الاسم هذا ايضا، يتكون من ايش هذا؟ من الجالكتوز ومن؟ والفركتوز. يعني قد يستخدم هذا اورالي نشربه، شرب الشراب نفسه ولا من؟ ولا يكتري، اي قد هذا الشراب نفسه يسخن شويه ويعطاك بشكل انما. وش معنى انما؟ حبا شرجيا، حتى لمرضى الناس اللي عندهم هبات الكومه. وش هبات الكومه؟ غيبوبه كبديه، احنا بنشوف بعد شويه. هو بيستخدم اشياء، هذا بيستخدم في قسم الكبد في اشياء ما عندهش كوليستريشن ولا وانما عنده هيباتك كوما. لو تتذكروا قبل شويه تكلمت على دواء كان اسمه نيوماسين في الاسهال، كان في دواء اسمه نيوماسين، قلت لكم هذا الدواء يستخدم في الناس اللي عندهم هيباتك كوما. وش بيعمل؟ قلنا يقتل البكتيريا اللي ينتج من الامونيا، وهذا الدواء وش يعمل الامونيا؟ يقل يزيد اخراج الامونيا، يعني يمنع امتصاص من الامونيا، يمنع امتصاص
الناس اللي عندهم تليف في الكبد لو ما تزيد الامونيا المفروض لو كبدك طبيعي تروح الامونيا الكبد تتحول الى يوريا، واليوريا تخرج عن طريق من؟ اليوريا، ما فيش مشكله. لكن لو عندك تليف في الكبد تتراكم الامونيا في الدم تعبر البي بي بي تصل الى الدماغ وتعمل لنا هباتك من؟ انسفالوباثي، او نسميها هباتك انسفالوباثي. فالغرض من كيف نعالج هباتك انسفالوباثي نقللها نعطيه نيومايسين، صح ولا لا؟ نيومايسين ولا من؟ ولا مع اللاكتولوز، يعني نيومايسين لاكتولوز. واللاكتولوز حتى في الناس اللي عندهم هباتك كوما اذا كان المريض واعي يعطى فمول، واذا كان فاقد الوعي يعطى من؟ ريكتم، يعني يعطى ريكتم يسخن هذا ريكتم شويه يسخن ويعطى عن طريق من؟ الورينما. اذا هذا يعتبر يا شباب اللي هو سموه لاكستيف، وسمينا اللاكستيف هذا اوزمتك من؟ لاكستيف، يستخدم اورالي او قلنا ريكتم لعلاج ما يسمى من؟ كوليستريشن، وعلاج من؟ هباتك انسفال ومن؟ ما في ليش نستخدم قلك عشان ريديوس من؟ امونيا، عشان نقلل الامونيا. ميكانيزم اوف اكشن يعني هو يستغل يا شباب بما يسمى كلونيك بكتيريا. ليش يستغل الى ماده اسمها من؟ لاكتيك اسيد ان ما يسمى هيبوفورميك اسيد واسيتيك من؟ الاسيد. وهذه المواد الثلاثه اللي بتعمل لنا هيك اسمها اوزماتيك من؟ اوزماتيك اللي هو ما يسمى الافكت. وش بتعمل لنا في البي اتش؟ يعني بتقلل لنا من؟ بتقلل لنا البي اتش، يعني تقلل لنا البي اتش، يعني يصبح البي اتش حامضي ولا قاعدي مثلا؟ يعني تقلله الى الشق الحامضي، وبالتالي تزيد ما يسمى البريستالسيس من؟ بريستالسيس اللي هو مومنت، بريستالسيس مومنت. هذا ما يسمى يا شباب اللي هو دواء اسمه لاكتولوز. لماذا نستخدم قبل الاستخدام مكتوب يعني يا اما في الكرونيك، شوف انترميتنت ولا كرونيك من؟ كونستريشن، من ضمنها قال لك كرونيك ايوباتيك كونستريشن، يعني الامساك الغير معروف من؟ اللي هو ما يسمى اللي هو السبب. يا دكتور ليش بنسخنه؟ هذا قلنا لو استخدمنا ريكتم. ايوه ريكتم هو بنعطيها عادي علشان تقلل الفسكوسيتي حقه، علشان يوصل الى اكبر منطقه. هاي بالغلط عشان الفسكوسيتي فقط. هو بنحط على ديكستروز. لا يفضل يعني علشان يكون افضل، يعني علشان الى جميع يسخن مش بشكل كبير، قليل جدا يعني، قليل جدا يعني ما يفضلش انه بشكل بارد، يسخن بشكل قليل جدا علشان يكون علشان يصل الى اكثر منطقه والفعاليه تكون افضل. هذا فيما يتعلق يعني اقل شيء انه يعني يصل الى الاعماء ودرجته يعني يصل الى المكان ودرجته 37 نقص في التسليم، يعني لانك لما تاخذه ممكن يكون كم درجته 25 اي ممكن اقل ممكن كذا، فالغرض انه مش تسخين يعني من التغلي ولا شيء لا اكيد. طيب ما هي الاعراض الجانبيه؟ ما هي الاعراض الجانبيه يا شباب؟ اكيد هذا يعني ممكن يعمل لنا انتفاخات، صح ولا انتفاخات وغيرها، ممكن يعمل نيوزيا، ممكن يعمل حاجه اسمها ابدومينال ديسكومفورت، من ضمنها جاز او يسموها من؟ روتنج او انتفاخات، هذا ما يسمى. طيب في شيء اسمه زوربتول ما هوش مشهور في السوق. الزوربتول يا شباب هو عباره عن مونوساكرايد، هو عباره عن مونوساكرايد ويشبه اللاكتوز، يشبه من؟ اللي هو اللاكتوز، وبالتالي لكن هو ما بيستخدمش يعني بشكل كبير جدا، ما هوش لازم تفهمه بشكل اللي هو كبير جدا. على العموم اللي بعده ما هوش مهم، اللي بعده اخر شيء العنوان اسمها صلاين، يعني كانها ملاح صلاين اوزماتيك، صلاين اوزماتيك لاكسيتيف، يعني صلاين كانها من؟ اللي هو املاح عادي. طيب لاكسيتيف اكيد يعني بيكون معانا هذه من ضمنها التي يونان ابزوربابل سولت، يعني املاح غير من؟ غير قابل لانه شكل ملحي يعني لما اقول لك. طيب يسموها تعمل بواسطه اللي هو ممكن اوزماتيك اكشن وتعمل تجمع لمن؟ للسوائل يعني، وممكن تزيد من؟ المومنت، زي من؟ زي حاجه اسمها صوديوم فوسفيت يعني ملح، مغنيسيوم سيترين ملح نفس القصه، مغنيسيوم ايضا هيدروكسايد، ومغنيسيوم ما يسمى من؟ سلفيت، اشهر شيء من هذا السلفيت يعني مغنيسيوم سلفيت، هذا اسمه ايبيماج واشياء كثيره جدا. طيب هذه فيما يتعلق في الاونست اوف اكشن، شوف ركز عليه الاونست اوف اكشن، سريعه ولا اوكي؟ انا سريعه صح ولا لا؟ اللي هو سريعه ممكن يعني طيب ممكن نستخدمها يا شباب في الاكيوت كونستريشن صح ولا لا؟ ولا نستخدمها في حاجه اسمها بري اوبريتف، ولا حاجه اسمها بري بروسيجر ما يسمى باول ما يسمى بريبريشن، او نسميها بيفور اي مو كولون اكزامينيشن صح ولا لا؟ من اشهر شيء في الكولون اكزامينيشن؟ مغنيسيوم، هذا اللي اسمه من؟ مغنيسيوم سولفيت، اشهر شيء المغنيسيوم ياتي على شكل ما ساتش اكياس، الاكياس تذوبها في ماء وتشرب مع الماء. لو انت تستخدمه علشان تحضير للعمليه ولا تحضير لاندوما اندوسكوبي تحتاج كميه من؟ اي كميه كبيره، اكياس كثيره منه. لو انت تحتاجه علشان اللي هو لاكسيتيف كميه من؟ اللي هو قليله. وقلنا غالبا ما يستخدم في حاجه اسمها اللي هو علشان تحضير المريض لريكتم اندوسكوبي. طيب
في شيء اسمه يا شباب اخر عنوان اسمه ستول سوفتنرز، يعني مرطبات الستول، يعني تحولوا من الحاله الهارد الى الحاله سوفت، يعني نسميها اوميلنت، اوميلنت يعني مرطبات، ويسموها لاكزيتيف او يسموها سيرفكتان. كلمه سيرفكتان يعني بيكسر اللي هو السطح الاصفر بتتحول الى سطح من رف، يعني يعني تتحول من شكل هارد سيرفكتان التوتر السطحي، يعني تمام، يعني تحولوا او تفتت التوتر السطحي علشان تصبح هذه الستول سوفت. طيب من ضمنها يا شباب اللي هو الجلوكوسيد، الصوديوم سواء الجلوكوسيد ولا غيره، من ضمنها صوديوم وكالسيوم وبوتاسيوم. لو اقول لك انواع الجلوكوسيد، جلوكوسيد في معنى صوديوم، في معنى كالسيوم جلوكوسيد، وفي معنى ما اللي هو بوتاسيوم، يعني ثلاث مواد. طيب هذه مرطبه، يعني مثلا كيف الترطيب انها تعمل سيرفكتانت، يعني سيرفكتانت، طيب تكسر السطح الخارجي. طيب تستخدم يا شباب بالفلاكسز ولا في حاله الاكوت ولا بريفنشن ولا في الابيود اللي بيعمل لنا من اللي هو امساك، طبعا ممكن نفرطها مع ما يسمى من اللي هو السنة. طيب الستول سيفتنر هذه او مرطبات ما يسمى ايوه الستول، عاد في من ضمنها مواد اخرى يعني تستخدم ممكن للامساك اسمها لبريكانت. لبريكانت معناها مزلقات، معناها من مزلقات، يعني مزلقات اللي هو فاسيليتيت باس اوف ستول، فاسيليتيت باس يعني لما اقول لك مزلقات تذكر انها اويل، كانها من اويل، وهذا بتكون قلنا ممنوع المشاكل من اللي هو من الرئه يعني، ولازم نشربها ونضل بشكل من واقفين يا الاويل هذه. طيب اسمها لوبريكانت يعني مواد مزلقه يسموها، هي عباره عن سبستانس. وش بتعمل؟ قال لك بتعمل كوت لمن؟ للستول، علشان تعمل فاسيليتيتنج الباسيك اوف هارد من هارد ستول، يعني تسرع في الباسيك وفاسيليتيت اوف باسيك. طيب هي المينرال اويل، والمينرال اويل هذا مينرال يعني من البتروليوم، مصدره من وين؟ من البتروليوم. إذا بيعمل طبقة يعني يعني كانوا يعمل كوت علشان يسهل خروج ما يسمى الستول، ما بيحولهاش من حالة صلبية لحالة سائلة، إنما يعمل لها من لبريكان. طيب هذا اللي اسمه مينرال اويل قد يعطى عن طريق الفم أو عن طريق من اللي هو الريكتم. عندما تتناول هذا الاويل يجب أنك تظل في الأبمن رايت بوزيشن، يعني يجب أنك تكون بشكل من واقف علشان نتجنب من اسبريشن، يعني او ما يسمى حاجه اسمها بوتنشال فور سيفير، ما يسمى ليفن من نيمونايتس، يعني والتهابات الاوديه سببها من دهون، سببها من اللي هو هذا الدهون. اي الشيء الدهن هذا ايضا يقلل بعض الامتصاص بعض الفيتامينات الذائبه في الدهن، يقلل امتصاص بعض الفيتامينات الذائبه اللي هو في الدهن. على العموم هذه المواضيع طويله بشكل عام.